التسعيرة هي تسعيرة موحدة، يعني احنا عندنا عند في الفرع عنده تسعيرة موحدة وعنده عقود، عنده عقود مثلا اقل، يعني لما تكون اقل من 30 كيلومتر هي 2500 دينار سعر تسعيرة التدخل، بعد اقل من 100 كيلومتر هنا لا تتجاوز 5000 دينار، اكثر من 100 كيلومتر يدخل يعني عدد الكيلومترات في 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 سعر محدد لما هذا الزبون لما يدفع، لكن هي غالبا هي الشركة التي تدفع عن الزبون، الزبون ما يدفع حتى شيء اذا كان عنده الخدمة، اذا كان عنده الخدمة. وهناك يعني أسعار جزافية محددة بين شركة المساعدة وأصحاب الشاحنات.